وبالتالي الحيطه المعموله كانت واقفه صح، كره منقوله خطيره راح هناك احمد هايل، خطيره خطيره، جول جول للعربي الكويتي، جول للهداف فهد الرشيدي، جول لفهد الرشيدي، يسجل اول اهداف في المباراه لصالح الزعيم العرباوي. قلنا المساله اذا ما تسجل عليك ان تنتظر، عليك ان تنتظر. ضيع الفتح ثم ضيع الفتح ثم اضاع الفتح ثم كانت الاخطاء من الفتح، والنتيجه هدف للعربي يصعب المساله لكنه لا ينهيها اطلاقا. هذا الكره من احمد هايل اللاعب الاردني، عكسيه عرضيه جميله جدا، تواجد معها اللاعب الهداف، اللاعب اللي لعب في 2007 2008 في الدوري السعودي وسجل 3 اهداف في الدوري السعودي في مشاركته مع الحزم السعودي درجه اولى هذا الموسم. الفرق الكبيرة بدأت الآن ترصد إلتون، ربيع السفياني يلعب كرة عالية طويلة في محاولة، أوه! ركلة جزاء، ركلة جزاء، هذه عاد مضيع، هذه عاد مضيع يا نموذجي، خلاص جربت حظك يا إلتون، ضاعت الأولى، جات الثانية، الحكم العراقي محمد هيثم محمد التميمي يحتسب ركلة جزاء، يحتسب ركلة جزاء، راح نشوفها باليد، حسبها، حسبها على اليد، وكان في يعني دوريس خذ كرت مع نفس اللاعب، والآن نفس اللاعب يعمل بيده خطأ داخل منطقة الجزاء، وبالتالي يبقى الحكم لحكم المباراة، وركلة جزاء محتسبة. إلتون جوزيه أمام خالد الرشيدي مرة ثانية، مرة ثانية عاد إلتون جوزيه، يلا عاد الله يكون بالعون، الله يكون بالعون، الله يكون بالعون يا إلتون. ركلة جزاء للنموذجي، قلنا لازم يسجل جول عشان يرجع للمباراة في شوط ثاني. مهم جدا أن النموذجي يحرك كل الجماهير الغفيرة في المدرجات المتواجدة في ملعب الأمير عبد الله بن جلوي. إلتون جوزيه وين راح يحطها؟ جول جول للنموذجي، جول لأبناء النخيل، كما نقول وكما قيل، لا يعرفون المستحيل، لا يعرفون المستحيل، جول من ابن السيليساو، جول للبرازيلي، ركلات الترجيح من تخصصه لكن يبدو أنه نسى تخصصه، وبرافو يا خالد الرشيدي للمرة الثانية، برافو يا خالد الرشيدي لأنه راح معاها لكن كانت قوية، ممكن يسويها محاولة، ربيع حاول يمرر، خذوا هون خذوا هون، جول 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 جول، خلاص خلاص جول، الله الله، يوم الأربعاء في أجمل مساء تهتز بها صيحات أبناء الأحساء، الله يا نموذجي الله، لا تعرفون المستحيل، رفضت كلمة المستحيل، جولين هدفين للنموذجي، الله عليكم الله عليكم يا عيال الحسن، الله الله الله، جول ثاني، قلبوا الطاولة تماما على الزعيم، على الزعيم العرباوي، هدفين هدفين، ويا عيني على التمريرات، خذوا هات، والجو ربيع يا ربيع، هذا جوك يا ربيع، هذا فصلك يا ربيع، والأجواء ربيعية تماما يا ربيع السفياني، جول ثاني للنموذجي، وليلة سعودية إن شاء الله خالصة من العالم إلى نجران، ومن النموذجي في كل مدر النخلي. أمنها إلى حارس المرمى بوشقرة عبد العزيز، يلعب كرة، يعني انتصار إن شاء الله راح يكون إلى نجران، وإذا استمر إذا استمر إذا استمر في محاولة، الله ما استمر.
الزاوية البعيدة، اللاعب الهداف اللاعب الخطير الأردني أحمد هايل صوبها في البعيدة على حارس المرمى محمد شريفي. 2-2 المباراة كذا للعربي الكويتي، المباراة هذه على هالنتيجة تروح للعربي الكويتي على بعد 14 دقيقة.